بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد الذي عبره سوف أشرح طريقة إضافة إلى سطح مكتبك شريط أيقونات جديد بثيمات جميلة جدا وأيضا تأثيرات جميلة. سوف نشرح جميع الأشياء. كل ما عليك فعله هو تحميل هذا الملف المضغوط. بعد التحميل تقوم بفك الضغط عليه Extrair Her. الأساس يعطيك مجلد بهذا الشكل، تقوم بفتح المجلد وسوف تجد أيقونة البرنامج. تضغط عليه مرتين، تختار لغة التثبيت أوكي، تضغط على Next Next أو يعني أي Accept Next 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 Install، وتصبر لحين ما يثبت البرنامج. بالنسبة لإخوانا الذين يطلبون كثيرا الثيمات، فإن شاء الله في الأيام المقبلة سوف أضع يعني ثيمات يعني جديدة على المدونة. طبعا عند اكتمال التحميل او التثبيت سوف تضع العلامة هنا، يعني على اساس انه البرنامج يفتح مباشرة. تضغط على فينش وسوف يفتح معك يعني شريط الايقونات الجديد، وسوف نتعرف طريقة تغيير يعني الثيمات عليه. سوف تنبثق لك يعني صفحة بهذا الشكل، تقوم بالضغط على نو على اساس يقول لك فيه تحديث للبرنامج. تقوم بازالة العلامة هنا وتضغط على سرار عليين. من بعد ما سوف تقوم ب يعني تثبيت البرنامج كما تشاهدون، سوف يظهر لك يعني شريط ايقونات بهذا الشكل. سوف نتعرف على طريقة تغيير الشكل وايضا اضافة تأثيرات جميلة جدا. البرنامج ايضا يتيح لك تصوير سطح مكتبك مباشرة عبر هذه الكاميرا الموجودة هنا. تضغط عليه مرتين مثلا لتصوير سطح المكتب، ومباشرة يعطيك الصورة هذه على سطح مكتبك لصورة لسطح مكتبك. لاحظ معي، ليس هذا هو المهم. علي لتغيير يعني شكل الشريط، كل ما عليك الضغط هنا، ضغطة اليمين للماوس على أيقونة البرنامج هنا، وتضغط على هذا الاختيار بهذا الشكل، وتضغط على تيماس، يعني هون بيقول تيماس يعني الثيمات، وتختار يعني هناك مجموعة من الثيمات الموجودة هنا بشكل جيد. لاحظ معي، فهذه ثيمة إلى غير ذلك. هناك مجموعة من الثيمات الجميلة جدا. لمشاهدة الثيمات سوف يعني أشرح ذلك بعد شوي. يعني الثيمات يعني موجودة هنا، تستطيع مشاهدتهم مباشرة عبر يعني اختيار آخر. علي أن تختار أي ثيمة موجودة هنا، هناك مجموعة من الثيمات. علي أن تضغط ضغطة اليمين للماوس مرة أخرى على البرنامج، تضغط دائما على يعني سونيدوس هذا الاختيار، تضغط على التمانيو لتحديد حجم يعني الشريط، فيعطيك أحجام يعني مختلفة. إذا كنت أن تشاهده صغير جدا تضغط هنا متوسط متوسط يعني إلى غير ذلك. يعني هناك أحجام جميلة جدا يعني أو أحجام مختلفة، ليست جميلة علي. لتغيير مثلا يعني مكان الشريط، تضغط على هذا الاختيار ويقول position in pantalla، بطبيعة الحال تضغط عليه، وتضغط على أي اختيار هنا موجود على اليسار على اليمين على الأعلى والأسفل. مثلا لو ضغطت على الأسفل سوف تتحول إلى الأسفل، وضغطة اليمين للماوس مثلا مرة أخرى خليه في الأعلى مثلا، وهنا ضغطة اليمين للماوس مرة أخرى على أساس مشاهدة يعني التأثيرات إفكتوس. هنا من بيقول إفكتوس، تضغط على يعني هنا وين بيقول الاختيار الأول، وسوف تشاهد يعني تأثيرات يعني جميلة جدا عند تمرير الماوس على الأيقونات. مثلا أخليها يعني ترقص الأيقونات عند تمرير شال الماوس. أضغط على هذا الاختيار مثلا، ولاحظوا معي لا مش رقص، هذا يعني تخليها تتحرك يعني علي إفكتوس دائما هذا الاختيار الأول، واختار يعني أي شكل موجود هنا فلار مثلا. لاحظوا معي عند تمرير سهم الماوس علين هناك اختيارات جميلة، إفكتوس دائما في الاختيار الأول، وتختار مثلا هذا الاختيار. لاحظوا معي عند تمرير سهم الماوس علين مجموعة من الأشياء، إفكتوس دائما، تختار الاختيار الأول وتختار نوع التأثير الذي تريد. إذا حببت دائما أن يظهر التأثير جميل جدا أسفل الأيقونات، تضغط ضغطة اليمين للماوس على أيقونة البرنامج، تضغط دائما على إفكتوس،
تعمل يعني اكتيف، تضغط على هنا يعني بهذا الشكل، لاحظ معي يرقص يعني لا اعرف يعني سميها ما شئت انت يعني علين. فيه يعني سمات جميلة جدا. أضف إلى ذلك أنك يعني تستطيع مثلا يعني وضع مثلا أيقونة لجوجل كروم وهنا على يعني مثلا تسحب، إذا أحببت يعني سحب الأيقونة وتنظيمها هنا مباشرة تسحبها بهذا الشكل. وإذا أحببت مثلا أن أربط أيقونة جوجل كروم مع موقع معين مثلا، تضغط هنا على الأيقونة الخاصة بالبرنامج وأضغط على علين على الاختيار هذا، الاختيار 1 2 3 4 الخامس بهذا الشكل، وأضغط على إليمينتو بهذا الشكل، وسوف تظهر لي يعني صفحة بهذا الشكل. هنا أختار يعني الديريكسيون دي انترنت بهذا الشكل، وأضع يعني الديريكسيون الموجود، لاحظوا معي فيتم يعني تحضير أيقونة. أضعت مثلا www.eglish5 مثلا .com علي eglish5.com مثلا بهذا الشكل. لاحظوا معي سوف تظهر لي أيقونة هنا، أضغط على أكسبتار. لو ضغطت على هذه الأيقونة الجديدة سوف تأخذني مباشرة إلى يعني موقع الشخصي، لاحظوا معي تربطها بأي موقع تريد وتستطيع يعني إنشاء مجموعة من الأيقونات. طبعا يعني على أساس مشاهدة الثيمات يعني حتى لا تتعب يعني نفسك، تضغط هنا ضغطة اليمين للماوس وتضغط على هذا الاختيار. هذا الاختيار موجود فيه جميع الأشياء التي تستطيع تنظيم عبر هذا الشريط، فسوف أشرح فقط يعني طبعا إذا أحببت تغيير لغة البرنامج تروح إلى الاختيار الأخير، وهنا تستطيع تغيير إلى اللغة التي تفهمها شخصيا على أساس تستوعب هذه الأمور جميعا. مثلا هناك إنجليش إلى غير ذلك، أنا أخليه في الإسباني لأني يعني قريب جدا من هذه اللغة. بالتالي تضغط على التيمس، هنا تشاهد يعني الثيمات الموجودة في هذا البرنامج. فلاحظ معي هناك تيمات كثيرة جدا، يعني أشكال يعني علي أشكال كثيرة، لاحظ معي للشريط الأيقونات، لاحظ معي علي تختار أي ثيمة يعني أي شكل يعجبك. مثلا هذا الاختيار يعني اللي هو موجود عليه الحين، يعني اختار اختيار آخر مثلا هذا الاختيار، وضغط مباشرة على أبلي كارونا، أبلي باللغة الإنجليزية، لاحظوا معي يتغير الشكل إلى شكل آخر، وبهذا يعني تنظم يعني أيقوناتك على شريط يعني بهذه الجمالية. أتمنى أن الدرس قد أفادكم أحبابي في الله، فقط إجابة دائما لأسئلتكم الكريمة وضعت هذا الدرس. نلتقي إن شاء الله في دروسات قادمة، لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا www.eglish5.com وزيارتنا أيضا على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حوار981 فول. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.